نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضرتكم وإلى تفاصيل النشرة. هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة دعا السيد الرئيس الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار. هذا وقد هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب عبد الرازق عن أطيب الأمنيات والتهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالأمن والأمان. كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعبر رئيس الوزراء في برقيته عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادته بمفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كذلك بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب وزير الدفاع عن أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده بكل الخير على الوطن باليمن والبركات. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وكذلك موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في القطاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيرته الأسترالية بيني وونغ، قام خلاله بإطلاعها على آخر التطورات الخاصة بالحرب الإسرائيلية على غزة ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية سفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، وكذلك المساعي الرامية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بالوقف الفوري لإطلاق النار. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا بدءا من أمس. وقال رشوان إن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى شمالي غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان بلغ 322 شاحنة. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 19,354 شاحنة، فضلا عن دخول أكثر من 3,700 مصاب فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل أخبار مصر كريم بيبرس. كريم، هل لك أن تضعنا في مزيد من التفاصيل والمشهد لديك عند المعبر وحركة المساعدات وإنفاذ المساعدات وأيضا حركة العالقين وغيرها من المصابين أيضا؟
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل إذا يعني تحدثنا عن الصورة فهي بالطبع لا تختلف كثيرا من العريش إلى بوابة معبر رفح المصرية، فاصطفاف الشاحنات الإغاثية سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو غيرها من المواد الإعاشية إلى الأشقاء في فلسطين ما زالت الصورة واحدة، سواء هنا في هذا المكان أمام أحد المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري، اصطفاف عدد كبير من الشاحنات، وأيضا في نفس الوقت يخرج من على يميني هنا أيضا الشاحنات التي تحمل المساعدات التي تخرج من مطار العريش الدولي. هذه يعني المساعدات ما زالت مستمرة وما زالت يعني في طريقها إلى بوابة معبر رفح المصرية، تدخل منذ يعني بداية الأزمة عبر بوابة معبر رفح المصرية الذي لم يغلق أبوابه منذ بداية الأزمة. نتحدث طبعا كما ذكرتم منذ قليل عن البيان الخاص بالهيئة العامة للاستعلامات والسيد ضياء رشوان الذي أعلن عن زيادة عدد دخول الشاحنات إلى 300 شاحنة يوميا، من المفترض أن يكون هذا هو الحد الأدنى لدخول الشاحنات، على أن يزيد هذا العدد يعني يوميا أو حسب بالطبع يعني سهولة وتيسير دخول هذه الشاحنات. قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات، حتى مساء أمس أو فجر اليوم دخل إلى بوابة معبر من بوابة معبر رفح المصرية ومعبر كرم أبو سالم 259 شاحنة، ولكن هذه الأرقام تزداد يعني ربما خلال بين يعني الساعة الماضية أو بينما نحن نتحدث ارتفعت هذه الأعداد وزادت أعداد دخول الشاحنات من معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. معبر كرم أبو سالم يعني يدخل من خلاله عدد أكبر من الشاحنات، أكثر من 220 شاحنة تقريبا، ومعبر رفح ما يقرب من 28 إلى 30 شاحنة، نظرا لأن معبر كرم أبو سالم هو مجهز في الأساس لدخول هذه الشاحنات والبضائع المختلفة، أما معبر رفح كان في الأساس للأشخاص فقط، لذلك العدد الأكبر تدخل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا خروج المصابين، فخروج المصابين ما زال مستمرا لتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المختلفة، فأيضا سيارات الإسعاف دائما متواجدة في المنطقة ما بين معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني في قطاع غزة لاستقبال المصابين المختلفين يتلقوا العلاج هم والمرافقين الذين يأتوا مع هؤلاء المصابين. أيضا بالإضافة لذلك عمليات الإنزال والإسقاط الجوي الخاص بالقوات المسلحة المصرية ما زالت مستمرة بالطبع لا تتوقف بالتعاون أيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الإسقاطات التي تصل إلى شمال قطاع غزة نظرا أيضا لعرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة، وبالتالي يعني كما يعني ذكر البيان فدخول أكثر من 300 شاحنة تقريبا إلى شمال قطاع غزة، هذا يعني ربما في شهر رمضان فقط دخول هذه الشاحنات إلى شمال قطاع غزة. نعم أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. هذا وتدخل الحرب على قطاع غزة شهر السابع وسط تواصل الهجمات العسكرية الدامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء القطاع، حيث شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات وقصفا مدفعيا فجر اليوم استهدف مناطق وسط وجنوب القطاع. وأفادت مصادر صحية بقطاع غزة باستشهاد 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية. واستهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة رفح الفلسطينية ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة طالت منازل ومنشآت وأراضي زراعية. واستهدفت غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي منطقة البراهمة في مدينة رفح بجنوب القطاع، بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى الكويتي ومناطق شمال شرقي المدينة. نددت نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية بألمانيا لإمدادها قطاع غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة في آن واحد. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي بدأتها محكمة العدل الدولية اليوم لدعوى نيكاراغوا للمطالبة بإنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل. وتستند القضية التي رفعتها نيكاراغوا إلى أن ألمانيا قامت بتسهيل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول في حزب الله في غارة جوية ليلا في لبنان، ومن جهته قال مصدر أمني لبناني إن المسؤول المستهدف هو مسؤول سارية في وحدة الرضوان قتل في الغارة الإسرائيلية على منطقة السلطانية، بالإضافة إلى عضوين آخرين. وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس أن طائراته الحربية أغارت في الساعات الأخيرة على مواقع لحزب الله شرقي لبنان. We'll be right back.
أعلنت القوات الأوكرانية في زابوريجيا مقتل 3 أشخاص في اليوم الثاني للهجمات الروسية على المنطقة. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة هجومية استهدفت بالأساس البنية التحتية الحيوية في جنوب البلاد وشرقها. وأضاف بيان للجيش الأوكراني أنه تم تدمير صاروخ جوي موجه من طراز KH-59 أطلقته روسيا فوق منطقة دينوبرو بتروفيسك. يتابع الملايين في أنحاء متفرقة من العالم وتحديدا في أمريكا الشمالية كسوفا كليا للشمس اليوم، حيث يحجب القمر الشمس تماما لأكثر من 4 دقائق في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تكون رؤية الكسوف ممكنة على طول مسار يبدأ في المكسيك ثم يعبر الولايات المتحدة إلى كندا بمدة تصل إلى 4 دقائق و28 ثانية، وبذلك يكون هذا الكسوف أطول من الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في العام 2017 والذي استمر نحو 2 دقيقتين و42 ثانية. أهلا بكم من جديد. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية. ونص البروتوكول على أوجه التعاون بين الأطراف الثلاثة والتي تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول عزمها رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن. ختام النشرة، شكرا طيب المتابعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ودائما مسبيرو.eg للمزيد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.